بسم الله. من المواقع القوية جدا في تعلم الإنجليزي، الواحد يسمع إنجليزي كويس جدا، يو إنجليش. ده بتدور على كلمة تكون أنت مهتم بيها، ويبدأ يجيب لك حاجات كتيرة تسمعها صوتيا. مثلا هقول له تروي، وحدد أنا عايز أسمعها بالأمريكي ولا بالبريطاني ولا بالأسترالي، وأقول له سيت. هو بيبدأ يدور ويجيب لي المقاطع الخاصة بالحاجة اللي أنا بدور عليها، بيبدأ يجيب لي بعض الفيديوهات. The gym because you don't look like Brad Pitt in Troy. You're not gonna go anywhere, right? مقاطع كتير جدا ومعلومات كتير جدا، بحيث ان انت تعرف الحاجة دي بتتنطق ازاي من ناس لغتهم الاصلية الانجليزي.